جرى اتصال هاتفي بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عهل البلاد المفدع فيده الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات اضافه الى القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تم بحث تطورات الاحداث في المنطقه